السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مرحبا بكم من جديد. وصلنا الجزء الثاني في ثنائي القطب ار سي، الفقرة اللي هي منحنى تغير التوتر بين مربطي المكتف بدلالة الزمن. شفنا سابقا هذه العلاقة هذه اللي هي كتعتبر الحل ديال المعادلة التفاضلية اللي هي U سي دو تي كتساوي او عامل لواحد ناقص اكسبونونسيال ناقص تي على طو. نذكروا بان او كتمثل التوتر بين مربطين موليد، طو هي ثابتة الزمن اللي لقينا كتساوي ار سي. بقى لينا الان كيفاش نمثلوا هذا التوتر هذا. الا مثلنا غادي نحصلوا على الشكل الموالي. كنلاحظوا في الشكل عندنا في محور الاراتيب او سي، عندنا في محور الافاصيل الزمن، وكنحصلوا على دالة تزايدية. نوصفوا هاد الدالة، كتبدا من الصفر، هذا دليل على ان المكتف في الاول تيكون مفرغ، يعني ما فيه حتى شي توتر. من بعد التوتر بين مربطيه كيتزاد كيتزاد كيتزاد، وكنلاحظوا مثلا في اللحظه 1.4 سكوند ولات القيمه ديال التوتر مستقره في القيمه 6 فولت، ونقول بان المكتف قد شحن شحن كليا. من بين الاشياء اللي كنديرها بالنسبه لهذا المنحنى، كنحاول نستغل المنحنى، كنحاول نجبد منه معطيات. مثلا ممكن هاد او هادي نجبدها من المنحنى. كيف؟ كنرسم المقارب، المقارب بحال كما شفنا في الكيمياء ملي كنحدو اكس ماكس، حتى هنايا كنرسمو المقارب اللي هو اصلا كاين تما باللون الازرق، كنرسمو هاد المقارب هذا. كنلاحظ بانه كيتقاطع مع محور الاراتيف واحد القيمه اللي هي 6، ايوا ديك 6 هي اللي كتمثل ليا القيمه ديال او اللي هي توتر المولد. اذا لقينا بان او تساوي 6 وناخذ الوحده اللي هي فولت. كذلك ممكن نجبد من المنحنى القيمه ديال ثابته الزمن طو. كيف؟ كنرسم ما يسمى بالمماس عند اصل التواريخ. ها هو المماس، هذا المماس عند اصل التواريخ، يعني عند تي كتساوي 0. هذا المماس غالبا كيتعطاني في التمرين. هذا المماس هذا كنلاحظ بانه كيتقاطع ليا مع المقارب. هذه نقطه التقاطع كندير ليها الاسقاط على محور الافاصيل بهذا الشكل، وكنلاحظ بانها كتعطيني واحد القيمه اللي هي 0.2. ديك 0.2 هي القيمه ديال طو. اذا لقينا بان طو تساوي 0.2 سكوند، اذا لاحظنا ممكن نحدد او وممكن نحدد طو انطلاقا من الميبيان. كذلك كنلاحظ بان الميبيان انطلاقا من اللحظه 1 سكوند، الا شفنا في اللحظه 1 سكوند المنحنى تيبقى ثابت. هاد اللحظه هادي الا قسمنا دابا الميبيان الى نصفين، انطلاقا من لحظه 1 سكوند المنحنى تيولي ثابت. اذا كنقول بان الميبيان ينقسم الى نظامين. شنو هاد النظامين؟ النظام الاول هو من صفر حتى لواحد، اللي التوتر كيتغير من صفر حتى لواحد القيمه القصوى اللي هي 6، كنسميوه نظام انتقالي، حيت التوتر كينتقل من قيمه صفر حتى القيمه 6. وعندنا من واحد حتى ما لا نهايه نظام دائم، حيت كيكون هنايا التوتر ثابت. اول معلومه ممكن نجبدها في النظام الدائم ان التوتر او سي كيبقى ثابت شحال كيساوي؟ كيساوي 6. تنكتبوها في النظام الدائم، او سي تساوي او كتساوي 6 فولت. يرجعنا للنظام الانتقالي. النظام الانتقالي من بين الاسئله اللي كيطرحوا ليا شنو هي المده ديالو؟ المده ديالو راه من صفر حتى لواحد سكوند، يعني المده ديالو هي واحد سكوند. هي في الواقع راه 5 د المرات من طو. الا ضربت 5 في 0.2 راه كتعطيني واحد، اذا ديك واحد كتمثل ليا 5 طو. اذا الا سولوني ما هي مده النظام الانتقالي، راه هي 5 طو، اللي في الواقع كتمثل ليا مده شحن المكتف. المده فاش كيتشحن المكتف راه هي 5 طو. اذا نكتبوها مدة الشحن اللي هي مدة النظام الانتقالي، غادي نرمزو ليها بديل طاطي كتساوي 5 طو، وطو عرفنا اش كتساوي، كتساوي ار سي، غتعطيني 5 ار سي. من بين الاسئلة اللي كيطرحو ليا في الامتحان الوطني، تيقولوا ليا كيفاش نقدر نزيد في مدة الشحن، كيفاش نقدر نقص منها، يعني شنو هما العوامل اللي ممكن نلعب عليهم. بما ان مدة الشحن كتعلق بار وكتعلق بالسي، يعني ممكن نلعب على هاد العاملين. الا بغيت نقص من القيمة ديال من مدة الشحن، يكفي انني نقص من ار ولا نقص من سي. الا بغيت نزيد من مده الشحن، يكفي نزيد من ار ولا نزيد من سي. علاش؟ حيت ار و سي و دلتا تي كاملين كاين في البسط، كنقولوا بانهما متناسبا افتراضا. اذا تنقولوا تتزايد مده الشحن عندما تزداد قيمه سي او ار. هذا من جهه. من جهه اخرى، هذا المنحنى هذا كيفاش كنرسموه تجريبيا؟ باش نرسمو تجريبيا كنديرو له ما يسمى بالمعاينة، كنعاينو بواحد الجهاز كيتسمى راسم تذبذب. إذا تنكتبو
لمعاينة التوتر بين مربطي المكتف نستعمل راسم تذبذب، وطريقة ربطه هي كالتالي: نرجع للدارة ديالنا، هذه الدارة نمثلوا عليها الشدة التيار اللي عقلنا سابقا، قلنا التيار تيخرج من المولد خاص يكون عنده نفس المنحة ديال او، اذا على مستوى الموصل الامي غادي يكون نازل، يعني غادي يكون داخل بهذا الشكل، هذا هو اي. الا بغيت نمثل التوتر بين مربطي المكتف غادي يكون طالع، هذا هو يوسين. السؤال تيقول لك بين كيفيه ربط راسم تذبذب. نتكلموا بعد على راسم تذبذب. راسم تذبذب عنده جوج المرابط اللي هما هذو. المربط الاول كنمثلو بسهم كنسميوه المدخل، والمربط الثاني كنمثلو بهذا الرمز هذا وكنسميوه الهيكل. كيفاش كنربط المدخل والهيكل في الدار؟ انا بغيت نعاين التوتر يوسي هو اللي بغيت نشوف، يعني غادي نمشي للمربطين ديال المكتف، هنا فين غادي نحط المدخل والهيكل. طريقه سهله، كنحط ديما المدخل مع راس السهم بهذا الشكل، هذا هو المدخل، والهيكل مع البدايه ديال السهم. يعني بصيغه اخرى بكل سهوله، الا بغيت نمثل التوتر يوسي وبغيت نعاينه خاص التوتر يمشي من الهيكل للمدخل، سهله. من بعد ما درنا الاستغلال ديال المنحنى ديال الشحن، نمروا نتكلموا على ثبتات الزمن طو، وبالضبط غادي نتكلموا على بعد ثبتات الزمن طو وطول اللي قلنا كتساوي ار فوا سي. للاشاره فقط، من بين الاسئله اللي كيطرحوا لي في الامتحان الوطني تيقول لي احسب قيمه السعه سي. ملي يقول لي احسب قيمه السعه سي خصني نفكر في هذه العلاقه، علاش؟ حيت ار كيعطوها لي في المعطيات، طو منين غنجبدها؟ طو راه تنجيبها من الميبيان، غادي نمشي نقلب عليها من الميبيان بالطريقه السابقه وغادي نلقى القيمه ديال الطو. اذا الا بغيت السي اشنو غادي ندير؟ غادي نحول ار، غتولي طو على سي، طو على ار، اذا السي كتساوي طو على ار. كيطلبوا مني في السؤال بين باننا لطو بعد زمن، يعني ان طو عباره عن زمن، واخا راه شفنا انطلاقا من الميبيان فعلا راها زمن. تنستعملوا ما يسمى بمعادله الابعاد. اشنو هي معادله الابعاد؟ هذه العلاقه كنحولها لمعادله الابعاد، سهله. كاع المقادير تنديروا بين معقوفات، يعني طو كنديرها ما بين معقوفتين، ار بين معقوفتين، وسي بين معقوفتين. ولكن شنو هو الجديد؟ الجديد ان هاد المعقوفتين تيتقراو بعد، كنقرا بحال هاد الشكل، بعد طو يساوي بعد ار مضروبه في بعد سي. الا بغيت دابا نلقى ديال البعد ديال طو، خاصني نمشي نقلب على البعد ديال ار ونقلب على البعد ديال سي. اول شيء نمشي نشوف العلاقه اللي فيها ار، هذه هي العلاقه يو ار كتساوي ار فوا اي اللي سميناها قانون اوم. نحولها لمعادله الابعاد، حتى هي غادي نزيد لها المعقوفات، ولاحظوا كي ولات العلاقه غير للاشاره في معادله الابعاد. فيما يكون عندي هذا التوتر كنحيد ديك ار صغيره حيت التوتر، وكنستعمل حروف كبيره. اذا تنقول البعد ديال التوتر كيساوي البعد ديال ار مضروبه في البعد ديال ار دي اي. انا كنقلب على البعد ديال ار، اذا غنحول اي للطرف الاخر غادي تعطيني البعد ديال ار كيساوي البعد ديال اي مقسومه على البعد ديال اي. نمشي نقلب على البعد ديال سي في معادله الابعاد، هذه هي العلاقه اللي فيها سي واللي فيها اي و يو سي، غنحولها لمعادله الابعاد. غير هنا ملي كنبغي نحول معادله الابعاد للاشاره المشتقه كنعتبر كامل هذا بعد، يعني كنعتبر دي دو يو سي كامله توتر ودي دو تي كامله زمن. اذا كيفاش غادي نحولها؟ غادي نحولها بحال هذا الشكل، نقول البعد ديال اي كيساوي هنا البعد ديال اي كبيره كيساوي البعد ديال سي مضروبه في البعد ديال اي مقسومه على البعد ديال تي. هنا الزمن درناه بحرف صغير، علاش؟ باش ما يدخلش لنا مع درجه الحراره اللي كنرمزوا لها بالتي كبيره. اذا لاحظنا بان ما درناش هنا المشتقه، المشتقه كنعتبر هذا كامل توتر، وهذا اللي في الاسفل كنعتبره زمن. اذا غنمشي نقلب على السي، البعد ديال السي غادي نحول او و تي للطرف الاخر، اللي في المقام تيولي في البسط، واللي في البسط تيتحول تيولي في المقام. مثلا تي كاينه في المقام غنحولها غتولي حدا اي في البسط، او كاينه في البسط غنحولها غتولي لتحت في المقام، غتعطينا سي كتساوي اي مضروبه في تي مقسومه على او. بقى لي غادي نرجع لمعادله الابعاد ونعوض ار ونعوض سي. الى عوضتهم بجوج غادي نلقى هذه العلاقه، بعد طو كيساوي هو البعد ديال او على البعد ديال اي مضروبه في البعد ديال اي مضروبه في تي على او. وممكن نختزل باي وباي، وممكن نختزل باي وباي، وغادي نلقى في الاخر بان البعد ديال طو هو تي. والتي شنو هو تي؟ تي عباره عن زمن. اذا تنقول اذا لي طو بعد زمن. اذا هاكو كنجاوب في الامتحان الوطني. ردوا لي راه هادشي اللي كندير معكم راه نفس الاسئله اللي تطرحوا في الامتحان الوطني، راه بحال الا تنحول الاسئله على شكل درس. اخر فقره، يعني اخر حاجه بقات لنا في هذه الفقره هذه، هو غنتكلموا على الطاقه المخزونه في المكتف. في الواقع المكتف كيخز ليه واحد النوع ديال الطاقه اللي هي طاقه كهربائيه. شنو هو التعبير ديالها؟ التعبير ديالها هو هذا،
كنرمزوا للطاقه الكهربائيه ب او او جات من الفرنسيه انرجي الكتريك كتساوي 1 على 2 مضروبه في سي مضروبه في او سي او سي 2. عرفنا شنو هي السي، السي هي سعه المكتف، او سي التوتر بين مربطي المكتف. نمروا الوحدات، الوحده ديال الطاقه راها بالجول وكنرمزوا ليها بالجي، الوحده ديال السيرها بالفاراد كنرمزوا ليها باف، والوحده ديال التوتر راها بالفولت كنرمزوا ليها بفي. من بين الاسئله الكثيره اللي كيطرحوا لي في الامتحان الوطني تيقول لك احسب الطاقه المخزونه في المكتف في نظام دائم، يعني في النظام الدائم اللي غيتشحن المكتف كليا. سهله، خصني نمشي نكون عارف بان في النظام الدائم ان او سي كتساوي او، يعني يكفي ان او سي نعوضها هنا ب او. اذا كنقول في النظام الدائم عندنا او سي كتساوي او وكنعوض او سي ب او، وهاد العلاقه راه ممكن نحسبها، ممكن ندير لها تطبيق عددي. سي راه كنكون حاسبها انطلاقا من العلاقه ديال طو، او راه نكون جابدها من المنحنى ولا تعطيها لي في المعطيات، ومن الاخير ملي تندير التطبيق العددي ما نساش ندير طاقة بالجول. تمرين التطبيق رقم 2 هو امتحان وطني ديال 2019 الدورة العادية علوم فيزيائية. التمرين يقول اخذنا مقطف، نضع قطع التيار ك على الموضع واحد عند اللحظة نختارها اصلا للتواريخ تساوي صفر، يمكن نظام مسك معلوماتي ملائم من الحصول على منحنى تطور الشحن الكهربائي كدوتي للمكتف يمثل مستقيم تيلي المماس المنحنى عند اللحظة تي تساوي صفر. الشكل جوج، ها هو عطاوني يعني الدارة وعطاوني الشكل. السؤال الأول، أثبت المعادلة التفاضلية التي تحققها الشحنة كي دو تي أثناء شحن المكتف. السؤال الثاني، أوجد بدلالات بارامترات الدارة تعبير كل من الثابتتين أ وألفا لكي يكتب حل هذه المعادلة التفاضلية على شكل كي دو تي كتساوي أ عامل لواحد ناقص إكسبونونسيال ناقص ألفا تي. ثالثا، حدد ميبيانيا 1-3 قيمة الشحنة كيو للمكتف في النظام الدائم. 2-3 قيمة ثابتة الزمن طو. رابعا، بين أن سعة المكتف هي سي كتساوي 10 ميكرو فاراد وعطاونا أو كتساوي 10 فولت. وآخر سؤال، أوجد قيمة المقاومة R. بزاف ديال الوطنيات تعطاو فيهم تتبع ديال يعني المنحنى ديال أو سي دلالة الزمن، ولكن أنا اختاريت بالضبط هذا حيت شرحت لكم في الدرس كيفاش نتعاملوا مع أو سي، من الأحسن ديروا التمرين اللي فيه كيو. نمرو الجواب. السؤال الاول، طلبوا مني نحدد المعادله التفاضليه ديال اللي كتحققها الشحنه، وشفناها سابقا غير غادي نعاودها. غير بالنسبه لهاد الدره هادي راه يعني التمرير راه تحط على جزئين. الا حطينا قطع التيار في الموضع واحد، يعني انا كنتكلم على الدره ار سي، الا رجعنا قطع التيار الموضع اثنان فانا تنتكلم على الدرس ديال الدره ار ال سي المتواليه. اذا حنا الجزء الثاني ما كيهمناش، حنا وضعنا قطع التيار في الموضع واحد. اذا غتكون عندي الدره السابقه اللي شفناها اللي فيها مولد مؤنثر للتوتر ومكتف ومقاومه، يعني موصل اوم. دائما مناش كنبداو نقطه الانطلاق باش نحدد المعادله التفاضليه هي قانون اضافيه التوترات. اذا غادي نقولوا حسب قانون اضافيه التوترات لدينا، الا كنا كنذكروا قانون اضافيه التوترات، ديما التوتر اللي تعطي المولد كيقسموا على المكتف وعلى الموصل اومي، يعني يو ار زائد يو سي كتساوي او. حنايا المعادله التفاضليه خاص تكون فيها كي والمشتقه ديال كي الباقي ثوابت. نمشي نقلب على بعدا يو ار بدلاله كي. كنعرفوا قانون اوم ونعلم ان يو ار كتساوي ار فوا اي. وشنو هي اي؟ هي ار هي دي دو كي على دي دو تي، ها هي بانت لي المشتقه ديال كي. نمشي الان نشوف العلاقه اللي فيها يو سي وفيها كي، هي هادي كي كتساوي سي فوا يو سي. غادي نقلب على يو سي من هاد العلاقه، غادي نحول سي من البسط المقام، غادي تعطينا يو سي كتساوي كي على سي. بقى لي نمشي نرجع ونعوض في المعادله. الى عوضنا نعوض ونجد، الى عوضنا في قانون اضافيه التوترات غادي نعوض او ار بار دي دو كي على دي دو تي، وغادي نعوض او سي بكيو على سي، غادي نلقى هاد العلاقه. اخر مرحله قلتها لكم كنديروها كنضربوا كلشي تعابير في سي، غنضرب هنايا في سي وهنايا في سي وهنايا في سي. اذا غادي نلقى ار سي دي دو كي على دي دو تي زائد كيو كتساوي او فوا سي. اذا هذه هي المعادله التفاضليه التي تحققها الشحنه كيو. غادي نمرو للحل ثانيا، قال لك اوجد بدلالات بارامترات الداره تعبير كل من الثابتتين، خاصني نلقى الثابته ا او طو. عندنا الحل هو هذا اللي عطاوني كي دو تي كيساوي ا عامل لواحد ناقص اكسبونونسيال ناقص الفا تي. اذا الا كنا كنتذكروا باش نلقى الثوابت كناخذ الحل كنعوضو في المعادله التفاضليه، ولكن قبل من ذلك كنمشي كنحسب المشتقه، كنحسب المشتقه ديال دي دو كي على دي دو تي، نحسبها هي الاولى. وقلنا شنو تنديرو، تنحاول نشطر هاد التعبير اللي عطاوني، اف واحد هي ا و اف اكسبونونسيال اكسبونونسيال. اذا تعطيني هذا الشيء،
المشتقة ديال ا ناقص ا اكس فرونسيال ناقص الفا تي. خاصني نمشي نحسب هذه المشتقة، باش نحسبها خاصني نكون عارف القاعدة ديال المشتقة. المشتقة ديال الاكسبونونسيال شنو كندير ليها؟ كنهبط الاس وكنعوض تي بواحد، حيت قلنا المشتقة ديال تي راها واحد، اذا كنهبط الاس وكنعوض تي بواحد كتبقى ليا ناقص الفا، وكنخلي الاكسبونونسيال كما هو. المشتقة ديال ا راها صفر، علاش؟ حيت ثابتة، اذا غادي ندير تساوي، غادي تبقى لي هنا ناقص ا ها هي مضروبة، والمشتقة ديال الاكسبونونسيال هي هذه اللي هي ناقص الفا اكسبونونسيال ناقص الفا تي. ناقص في الناقص هي زائد، و ا في الفا هي ا الفا اكسبونونسيال ناقص الفا تي. شنو غادي ندير من بعد؟ غادي نرجع للمعادلة التفاضلية ونعوض فيها، غادي نعوض، غادي نلقى هذه المعادلة، نعوض في المعادلة التفاضلية ونجي ار سي، عوضنا دي دو كيو باش دي دو كيو على دي دو تي ا الفا اكسبونونسيال ناقص الفا تي، و كيو كنعوضها بالتعبير ديالها اللي هو منشور ا ناقص ا اكسبونونسيال ناقص الفا تي. المرحلة الموالية كنحول ا للطرف الاخر وكنعمل ب ا اكسبونونسيال اللي هو عامل مشترك، غتعطيني ا اكسبونونسيال ناقص الفا تي عامل. الى حيت ا اكسبونونسيال من هنايا غتبقى لي ار سي مع الفا، و الى حيت ا اكسبونونسيال من هذا الطرف غتبقى لي ناقص واحد، وفي الطرف الاخر عندنا او سي ناقص ا. كنكتب الجملة اللي ضروري نكتبها تتحقق هذه المعادلة كيف ما كانت تي، بحيث خاص داكشي لوس الاقواس يساوي صفر والطرف الثاني خصو يساوي صفر، يعني غادي نلقى هذه النظمة او سي ناقص ا كتساوي صفر و ار سي الفا ناقص واحد كتساوي صفر. من هنا غادي نلقى التوابيت، غادي نحول ا للطرف الاخر غادي نلقى او سي كتساوي ا، ونحول واحد للطرف الاخر غادي نلقى ار سي الفا كتساوي واحد. اذا هاني لقيت ا، لقيت ا هي او سي، بقات لي الفا، باش نلقى الفا يكفي انني نحول ار سي للطرف الاخر، اذا غتعطيني الفا كتساوي واحد على ار سي. نمرو للسؤال الثالث، واحد ثلاثة نحددو ميبيانيا قيمة الشحنة كيو للمكتف في نظام الدائم. باش نجاوب على هذا السؤال، سابقا حنا حددنا او في النظام الدائم، دابا بغاو مني كيو في النظام الدائم. اول حاجة كنمشي كنرسم المقارب اللي هو هذا باللون الاحمر، كنلاحظ بان المقارب كيتقاطع مع محور الاراتيف في واحد القيمه اللي هي 100، هذيك 100 راه ماشي او او، الا كان عندي يعني ميبيان ديال او سي دلاله تي، هاد 100 هادي دابا راه كيو في النظام الدائم. اذا غادي نقول ميبيانيا نجيل كيو كتساوي 100، ونشوف الوحده اللي عطاوني اللي هي ميكرو كولوم، هاكا كتقرا ميكرو كولوم. الا بغيت نخليها بحال هكا راه الجواب عندي صحيح، بغيت نحولها للكولوم، يعني تنضرب في 10 ناقص 6، ديما فيما تكون ميكرو بغيت نحولها لشي حاجه تنضرب في 10 ناقص 6، هي 100 في 10 ناقص 6 اللي غتعطيني كيو كتساوي 10 ناقص 4 كولوم. سؤال موالي جوج ثلاثة، بغينا نحدو قيمة ثابتة الزمن طو. ثابتة الزمن نفس الطريقة اللي درنا سابقا، عطاوني المماس مرسوم، هذا السؤال جوج ثلاثة. المماس مرسوم ها هو، يكفي أن كنلاحظ بأن المماس كيتقاطع مع المقارب في واحد النقطة، كنمشي كندير الإسقاط وكنلقى واحد القيمة اللي هي واحد، وكناخذ معاها الوحدة اللي عطاوني اللي هي ميلي سكوند. إذا غادي نقول ميبيانيا نجيب طو تتساوي واحد ميلي سكوند. الا خليتها وكرا الجواب صحيح، بغيت نحولها للسكوند نحولها، غنضرب في 10 اس ناقص 3 غتعطيني طو كتساوي 10 اس ناقص 3 سكوند. السؤال الموالي رابعا، قالوا لي بين بان السعه هي السي كتساوي 10 ميكرو فاراد، وعطاوني او. الاغلب غيمشي يفكر في القاعده ديال طو كتساوي ار فوا سي، فعلا طو عندي ها هي حسبناها، ولكن راه المشكل ما عنديش ار، ار طلبوها مني في السؤال الخامس، يعني خصني نمشي نشوف شي علاقه اخرى من غير هذه اللي ديال طو. شنو هي العلاقه؟ اول حاجه بما ان عطاوني او، يعني انا كنهضر في النظام الدائم، يعني غنفكر في هذه العلاقه، نعلم ان كيو كتساوي سي فوا او سي، غادي نمشي نكتب هذه العلاقه في النظام الدائم. في النظام الدائم شحال او سي في النظام الدائم؟ شفنا سابقا او سي كتساوي او، وشحال كيو في النظام الدائم؟ كيو صغيره كتولي كيو كبيره، ها هي راه شفناها حسب السؤال. غادي نمشي نعوض في العلاقه، اذا غنعوض كيو صغيره بكيو كبيره، وغنعوض او سي بأو. وشنو غادي نلقى؟ انا طلبوا مني نحدد السي، يكفي نحول او من البسط للمقام، غادي تولي السي كتساوي كيو على او، كيو عندي او عندي، يكفي انني ندير دابا تطبيق عددي. كيو شحال عندي؟ ها هي كيو عندي بالميكرو كولوم وعندي بالكولوم، او هي شحال؟ هي 10. طلبوا مني السي نحسبها بالميكرو فاراد، واحد الطريقه نديرها كيما درنا في واحد السؤال قبل، من الاحسن ناخذ كيو بالميكرو كولوم باش تخرج ليا السي بالميكرو فاراد مباشره، اما الا خديتها بالكولوم راه غتخرج ليا بالفاراد، عاد خصني عاوتاني نحولها للميكرو فاراد. اذا انا اش غادي ندير؟
غادي ناخذ كود نيشان بالميكرو ميكرو كولوم، غندير هي 100 ميكرو كولوم على 10 اللي غتعطيني 10 ميكرو فراد اللي طلبوا مني في السؤال. السؤال الخامس هنا فين غادي نخدم الطو؟ غادي ندير نعلم ان طو تساوي ار فوا سي، عندي طو عندي سي، اذا غادي نجبد ار. الا بغيت ار هي غادي نحول سي من البسط للمقام، غتعطيني ار هي طو على سي. طو هي 1 ملي سكوند، هنا اللي خصني ناخذها بالسكوند يعني خصني ناخذها ب 10 ناقص 3، والسي راه هي 10 ميكرو فراد اللي ضروري خصني نحولها للفراد. اذا غادي ندير هي 10 ناقص 3 على 10 مضروبه في 10 ناقص 6 حيت تحولت هذه من الميكرو فراد للفراد. الى حسبتها بالكالكولاتريس غتعطيني 100 اوم نرد البال الوحده. سالينا التمرين ولكن غادي نزيد واحد جوج اسئله مهمين. مثلا من بين الاسئله اللي ممكن نزيد، احسب الطاقه المخزونه في المكتف في النظام الدائري. عرفنا العلاقه، نعلم ان او تساوي 1 على 1 على 2 سي او سي او او سي 2. كيفاش كتكتب هذه العلاقه في النظام الدائري؟ في النظام الدائري تنعوض او سي او، اذا تنلقى او تساوي 1 على 2 سي فوا او او سي 2. جميع المعطيات معطيه ليا، معطيه ليا سي، معطيه ليا او، اذا يكفي ندير التطبيق عددي. التطبيق عددي سي راه هي 10 في 10 اس ناقص 6 لي 10 اس ناقص 5، او هي 10 واللي غتعطيني 5 في 10 اس ناقص 4 جول. نرد البال الوحده. نزيد سؤال اخر، يقدر يقول لي اوجد تعبير الشده التيار اي دو تي. عندك كيو دو تي و اي دو تي و او سي، هذوك راه كيتعتبروا دوال زمنيه، يعني ضروري كتلقى التعبير ديالهم بدلاله الاكسبونونسيال. نرد البال، هذه المساله راه ماشي كياخذ قيمه، راه هادو تعابير يعني خصني نلقاهم بدلاله الاكسبونونسيال. وديما كنحاول نطلق من داكشي اللي عطاوني، عطاوني كيو التعبير ديالها معروف، خاصني نلقى منها اي. اذا شنو العلاقه اللي كترد ما بين اي و كيو؟ سهله، نعلم ان اي كتساوي دي دو كيو على دي دو تي. وجدنا سابقا هاد دي دو كيو على دي دو تي راه حسبناها سابقا. الى رجعنا السؤال اللي قبل، لقينا دي دو كيو على دي دو تي هي ا الفا اكسبونونسيال ناقص الفا تي، و ا شحال لقينا فيها؟ لقينا هي او سي. الفا هي 1 على ار سي، غادي نعوض غادي نلقى او سي مضروبه في 1 على ار سي مضروبه في اكسبونونسيال ناقص الفا تي. وممكن نختزل بالسي و بالسي، غادي نلقى اي دو تي كتساوي او على ار مضروبه في اكسبونونسيال ناقص الفا تي. هذه الا بدنا راه هذه المره غتكون داله تناقصيه وكتبدا من هذه القيمه اللي هي او على ار. نرد البال في شي سؤال، مثلا الا قال لك اوجد الشده التيار القصويه، هي هذه هي او على ار. ديما المقادير اللي تيكون واحد الاكسبونونسيال تيمثلوا هي مقادير قصويه، اذا هذه هي اي ماكس. وصلنا ثالثا في الدرس هي تفريغ المكتف. من بعد ما شفنا شرح المكتف غادي نمروا لتفريغ المكتف. هذه الدار اللي تيعطوني في الامتحان الوطني كتكون من جوج دارات. قاطع التيار ك وضعنا في الموضع الاول، اشنو كيوقع؟ المكتف كيتشحن وكيتشحن كليا. دابا في هذه الحاله الثانيه كنحاولوا قطع التيار بهذه الطريقه حتى كيولي في الموضع اثنان، وكتولي كنتكلموا الان على دارات التفريغ. اذا غير هذه الداره اللي ما فيهاش المولي. اذا الفرق ما بين التفريغ والشحن، في التفريغ ما تيكونش عندي المولي في الداره. غادي نمثلوا التوترات بما ان اي نازل، اذا غادي يكون التوتر نحو الاعلى، هذا هو يو ار وهذا هو يو سي. غادي نمر باش نحددوا المعادله التفاضليه اللي كيحققها التوتر يو سي. نفس الطريقه يعني نفس الطريقه اللي درنا سابقا، يكفي هذه المره فيما تكون او نعوضها بصفر. هذه المره ما عنديش المكتف، ما عنديش عفوا المولي. اذا حسب قانون اضافيه التوترات، هذه المره في هذه الداره هذه ما عنديش فيها المولي. اذا اش غادي ندير؟ غادي مجموع التوترات يساوي صفر. اذا غادي ندير او ار زائد او سي كيساوي صفر، ونحاول نلقى المعادله التفاضل اللي كتحققها او سي. او سي غادي نخليه غادي نمشي نقلب على او ار. او ار حسب قانون اوم هي ار فو اي. وشنو هي اي؟ قلنا هي دي دو كيو على دي دو تي. وشنو هي كيو؟ هي سي فو او سي، اللي نقدر نخرج سي اللي غتولي ار سي فو دي دو او سي على دي دو تي. وغادي نرجع نعوضها في او ار، غادي نلقى ار سي مضروبه في دي دو او سي على دي دو تي زائد او سي كتساوي صفر. اذا الفرق ما بين الشحن والتفريغ، في الشحن كاين عندي هنايا تتساوي او، و في التفريغ كاين عندنا تتساوي صفر. نمروا للحل ديال المعادله التفاضليه. الحل ديال المعادله التفاضليه كتعطيني هذه المره على هذا الشكل، هذا او سي دو تي كيساوي ا اكس فونسي ناقص تي على طو. سابقا شفنا ا عامل لواحد هذيك في حاله الشحن، اما دابا نتكلموا على التفريغ. نفس الطريقة غادي ناخذ هذا الحل ونعوضه في المعادلة التفاضلية، ولكن أول شيء خاصني نمشي نحسب هذه المشتقة. غنحسب دي دو أو سي على دي دو تي، غادي نعوض أو سي بأ إكسبونونسيال ناقص تي على طو ونمشي نحسبها.
تساوي. اول حاجه غادي نخرج ا هي مضروبه. وشنو هي المشتقات الاكسبونونسيال؟ قلنا تنزلوا الاس وتنعوضوا التي بواحد وتنخليوا الاكسبونونسيال، يعني غتولي هي ناقص واحد على طو اكسبونونسيال ناقص تي على طو، اللي غادي تعطيني الا ضربت ا في ناقص واحد تعطيني ناقص ا على طو اكسبونونسيال ناقص تي على طو. غادي نمشي نعوض في المعادله التفاضليه ونعوض ايضا او سي. الا عوضت غادي نلقى ار سي مضروبه، هاني عوضت دي دو او سي على دي دو تي، وعوضت او سي ايضا. لاحظتوا هذه المره ما عنديش الطرف الثاني، مباشره غادي نمشي نعول، غادي نعمل ب ا اكسبونونسيال. الا عملنا بها غادي تخرج لي ناقص ار سي على طو زائد واحد كتساوي صفر. نفس الجمله كنكتبوها تتحقق هذه المعادله كيف ما كانت تي، بحيث داكشي اللي وصل الاقواس خاصو يساوي صفر. وإلا رجعت ار سي على طو الطرف الاخر ولقيت طو غادي نلقى بان طو كتساوي ار سي. خلاصه طو ديال الشحن هي طو ديال التفريغ، يعني طو ما كتبدلش ديما، طو كتساوي ار سي. مازال ما جاوبناش على السؤال، حيت ملي تيعطيوني الحل تيقول لك اوجد ا وطو، هاني لقيت طو ولكن مازال ما لقيتش ا. بخلاف الشحن هذه المره في التفريغ تستعمل ما يسمى بالشروط البدئيه. عند اللحظه التي تساوي صفر لدينا، في اللحظه التي تساوي صفر اشنو كي كان التوتر بين مربطي المكتف؟ ما نساش اللحظه التي تساوي صفر هي اللحظه فاش حولت قطعة التيار من واحد من موضع واحد لموضع جوج. فاش يلا حولته راه المكتف مشحون، يعني شحال ولات فيه؟ ولات فيه او. اذا تنقول عند اللحظه التي تساوي صفر لدينا او سي تساوي او. فين غادي نعوض هذا يعني هذه المعطيات؟ غادي نمشي للحل اللي عطاوني اللي هو هذا، ها هو الحل، وغادي نعوض او سي بو، وغادي نعوض تي بصفر، وغادي نلقى او تتساوي ا اكسبونونسيال ناقص صفر على طو، وناقص صفر على طو اللي هي صفر، واكسبونونسيال صفر هي واحد، اللي غادي تعطيني في الاخير ا كتساوي او. اذا نرد البال، هادو كنسميهم الشروط البدئيه. في الاخير كي كيولي الحل، الحل تيتكتب على هذا الشكل، عوض ا بأو، وهذا هو الحل ديال المعادله التفاضليه. بقى لي الان نرسم هذا الحل، يعني غادي نتكلم على منحنى التفريغ. منحنى التفريغ هو هذا، هذا هو منحنى التفريغ اللي تلقاو بخلاف منحنى الشحن. الا لاحظنا هو كينطلق من قيمه قصوى، حيت هذا هو الشرط البدئي اللي قلنا، حيت المكتف تيكون مشحون بدئيا، وغادي التوتر تيتناقص يتناقص مع مرور الزمن حتى تكين عدم بين مربطي المكتف. شنو هي المعلومات اللي ممكن نجبد من المنحنى؟ بنفس الطريقه راه ممكن نجبد او من المنحنى. او من المنحنى هي القيمه اللي تبدا منها التوتر ميبيانيا النجيد، شحال او هي 6، اذا غادي نقول راه او تساوي 6 فولت. كيفاش ممكن نجبد طو من الميبيان؟ هاد المره تنرسم هاد المماس، هذا ها هو المماس اللي كنلاحظ انه كيقطع لي محور الافاصيل في يعني في القيمه 0.2. هذيك 0.2 هي اللي كتمثل لي طو، اذا غادي نقول راه طو تساوي 0.2 سكوند. هاد المماس هذا راه دائما غالبا تيتعطيني في الامتحان الوطني. كذلك بالنسبه لهذا المنحنى راه ممكن نميز بين نظامين. الا قسمت الميبيان بهذا الشكل، هذا الجزء هذا يعني التوتر كيتغير كنسميوه نظام انتقالي، وهذا الجزء هذا اللي التوتر فيه منعدم كنسميوه نظام دائم. وكذلك مده النظام الانتقالي اللي هي مده التفريغ راه ما كتغيرش، اللي غتكون 5 طو راه كتبان لنا من الشكل هي واحد، اللي غتساوي 5 ار سي. وبهكا غادي نكون سالينا الدرس ديال ثنائي القطب ار سي. معادنا إن شاء الله في الدرس المقبل. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.